ختام أشواط هذا المساء. إذن اندفاع موفقة سيداتي أنيساتي سادتي يا من تشاهدون وتتابعون جوائز صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز هنا في ميدان الملك خالد في الحوية، ثامن الأشواط على مسافة 1400 متر. حصن السنتين تتنافس في هذا المساء. يبدأ هنا أيضا الشهاب الكاسر من المسار الداخلي، أيضا كريم من بينهم نايس ون يظهر في سابع المراتب، وكذلك نايل العز في المرتبة الثالثة. كريم يقود هذا الشوط برفقة شهاب الكاسر مع عبد الله الفيروز الذي يقسم له الخطوة هنا. فارع العناية قادم مع كامل سبينا ليفر في خامس المراتب، من بينهم بندار المنعطف الأول في هذا الشوط. بدأت الإشارات من قبل الخيالة إلا إشارة عبد الله الفيروز لم يعطي الإشارة حتى الآن إلى شهاب الكاسر. كريم يتراجع هنا، القدوم من قبل نايل العز من بينهم فارط. فارع العناية من المسار الداخلي يا مسافر سادسا، وهنالك بندار وكذلك ليفر، ولكن يقودهم الشهاب الكاسر. بدأ بإعطاء الإشارة عبد الله الفيروز، اظهر وبان عليك الأمان في جوائز صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد. قادم الأحمر وسع الفارق، كريم يعود، فارع العناية من المسار الخارجي قادم، لكن الشهاب الكاسر ابن الحاكم وسع الفارق. الأحمر قادم مع عبد الله الفيروز الذي أبدع في هذه القيادة. ويلدن لهذا الانتصار والتحضير الأكثر من رائع من قبل بسام الموسى، والاقتناء الموفق من قبل اسطبل الخليبص. الشهاب الكاسر اندفع من البوابة السابعة وخطف الجائزة الثامنة.